22 مليون مواطن مصري هياخدوا دعم نقدي بأمر الرئيس أو بشكل رسمي توجيه رئاسي، وده مش بعيد، لكن ده هيحصل خلال أيام وهيكون الصرف. لكن مين الفئات دي وإمتى الصرف بالتحديد؟ كل ده وأكتر هتعرفه في الفيديو ده، وخليك متابع معانا علشان تعرف إن كنت من المبشرين ولا لأ. وزارة التضامن الاجتماعي كانت أعلنت إنها بتستعد لبدء صرف الدعم النقدي الخاص بتكافل وكرامة عن شهر إبريل، واللي هيكون لحوالي 4.7 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من كافة محافظات الجمهورية. وده طبعاً بيجي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وخليني أقولك إن ده برضو تنفيذاً لطلب صندوق النقد الدولي. وخلينا أقولك كمان إن وزارة التضامن الاجتماعي هتصرف دعم نقدي بقيمة 3.4 مليار جنيه، وده طبعاً بعد الزيادة اللي أقرها رئيس الجمهورية في إطار حزمة الخدمات الاجتماعية. وخليني كمان أفكرك إن الرئيس السيسي كان أقر حزمة قرارات للحماية الاجتماعية وتم تطبيقها من شهر مارس اللي فات، ومعاش تكافل وكرامة بيتصرف مع منتصف كل شهر جديد لكل من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين وكمان الشباب. وحددت التضامن الاجتماعي عدداً من المعايير اللي لو مش متوفرة مش بيتصرف لصاحبها الدعم النقدي تكافل وكرامة. وأهم الحاجات اللي تحرم صاحبها من برنامج دعم تكافل وكرامة هي القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات، ده غير حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، ده طبعاً غير امتلاك عقارات، غير محل السكن بغرض الاستثمار، وامتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، كمان لو صاحب المعاش عنده 3 رؤوس ماشية أو أكتر من أجل التجارة، ده طبعاً غير العمل في القطاع الخاص أو العمل بالحكومة، وملكية عمل شخصي يعني بالبلدي كده عنده شغل خاص. وآخر حاجة لو صاحب المعاش عنده أبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت إن حجم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ في الريف حوالي 72% من إجمالي المساعدات، ونسبة الستات منهم حوالي 75% من إجمالي المستفيدين. الوزارة كمان قالت إن برنامج تكافل وكرامة بيقوم بدعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 8 مليار جنيه و700 ألف من كبار السن بتكلفة تصل ل 3.2 مليار جنيه سنوياً، ده غير 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه. وزارة التضامن الاجتماعي بتصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين في فروع بنك مصر الاجتماعي ومكاتب البريد. خليني كمان أفكرك إن المستفيدين من الزيادة الجديدة على معاش تكافل وكرامة حوالي 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من جميع المحافظات. وحسب اللي قالته وزارة التضامن الاجتماعي إن اللي بيتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، وبيوصل متوسط المعاش الشهري من 620 ل 740 جنيه لكل أسرة، ده طبعاً غير مجموعة من الخدمات المميزة زي مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي والصحة وغيرها من الخدمات التانية.